هناك 4 أهرامات، 3 منها في مصر. فهل تساءلت يوماً أين يوجد الهرم الرابع؟ ولد علي محسن المريسي في 16 من سبتمبر من العام 1940 في مدينة عدن جنوب اليمن. بدأت رحلته مع الكرة من أحياء عدن ليختف الأضواء منذ الصغر في مباريات الحواري والدوريات الرمضانية. انضم علي محسن إلى نادي الغزال بعدن في قطاع الناشئين، ثم التحق بنادي الشعب ونادي الميناء. لكن قراراً حاسماً حول مساره تماماً بعدما انتقل إلى مصر للدراسة وهو في 10 من العمر. لم يختلف الحال كثيراً، فكما فعل في شوارع عدن تألق أيضاً في شوارع حي الدقي بالقاهرة حيث كان مسكنه، حتى اكتشفه المدرب الزملكاوي محمد قنديل في العام 1956 لينضم رسمياً إلى الزمالك المصري كأول لاعب يمني محترف في الخارج. برزت شهرته في العام 1958 خلال خوضه نهائي كأس مصر أمام الغريم الأهلي، وسجل هدفاً من هدفي الفوز للزمالك. لعب المريسي للزمالك في بطولتي الدوري وكأس مصر حتى في العام 1966، وحقق معه الكثير من البطولات، وتوج بلقب هداف الدوري المصري عدة مرات، مواصلاً تألقه مع فريقه الزملكاوي، وسجل هدفاً من الأهداف 6 في مرمى ويستهام، بطل كأس العالم عام 1966. أطلقت عليه الصحافة والجماهير عدداً من الألقاب، أشهرها أبو الكباتن، قاهر ويستهام، الهرم الرابع، والهداف. ولقب أيضاً بعلي أطلس. فما قصة هذا الاسم؟ خلال تواجد المريسي في الزمالك المصري أطلق عليه الناقد الرياضي الشهير نجيب المستكاوي لقب علي أطلس، وذلك نسبة إلى صاروخ ماركة أطلس، حيث كانت ركلته للكرة قوية وسريعة. المريسي لم يكتفي بنشاطه الرياضي، كان له حضور في السينما في فيلم حديث المدينة عام 1964، وفي السلك العسكري التحق المريسي بالكلية الحربية المصرية وتخرج ضابطاً وعاد إلى اليمن وعمل مدرساً في الكلية الحربية ودرب عدة أندية يمنية وصومالية، ثم قاد منتخب اليمن عام 1975. غادر الحياة في 26 من نوفمبر 1993، وظل وجهه الرياضي محفوراً في ذاكرة اليمنيين والعرب أيضاً.